في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة لأي سؤال جواب. فلنحكي قصصنا، نتشارك أفكارنا، ولنعرف كتابنا، لنعمل بالكلمة في حياتنا. في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة لأي سؤال جواب. ياسمين وصديقاتها. شجاع، لو تعرف شو صار معي اليوم. دقيقة بس خليني أضرب الضرب القاضية. اليوم المديرة أعطتنا الشهادات. وكيف علاماتك هذا الفصل؟ كتير منيحة، باركت لي المديرة وقالت لي أحسنتي يا ياسمينة، أنا فخورة جدا فيكي. مبروك، عقبالي يا رب. بس مفروض تكوني مبسوطة بعد ما هنأتك المديرة. مفروض، بس أنا مش مبسوطة. حسيت كل صحباتي اللي جابوا علامات واطيين غاروا مني وبطلوا يحكوا معي. معقول يبطلوا يحكوا معك حتى آخر الفصل؟ وأضلني ألعب لحالي كل الوقت؟ لا لا لا، أنا لازم أتصرف. شو رح تعملي؟ أنا بورجيك إيش بدي أعمل. هلا سلام شايفة حالها، وسمر عاملة حالها مش شايفني، ورولا تخلت علي مشان علامة. هذا التصرف مش ذكي بالمرة، فكري بطريقة أذكى شوي. بما أني جبت علامة عالية رح أشوف حالي عليهم. بما أني صرت بالأوائل بس رح أقعد مع الشاطرين، ما رح أضيع وقتي مع ناس تانيين. يا خوفي بكرة تصير تشوفي حالك علي أنا كمان. بصراحة لا، أنا ما بحب أكون متكبرة ولا أخلق مشاكل. إيه مش عارفة إيش أعمل. شو قصتي؟ ياسمينة؟ شو مالك؟ ياسمينة زعلانة لأنها مش عارفة كيف تتصرف مع أصحابها اللي تركوها وما عم يحكوا معاها لأنها جابت علامات عالية. على عكسي تماماً، بكرة توزيع الشهادات لصفنا، وبدل ما أكون خايف ومتوتر حاسس حالي كتير مبسوط اليوم وطاير من الفرح. ليش كتير مبسوط؟ اليوم أنا ربحت. شو ربحت؟ أنا اليوم صار عندي صديق جديد. أنا كتير بحب الأصدقاء. مين؟ زيدون، صار صاحبي. مين مين مين؟ زيدون أكتر ولد مشاغب؟ شو هالصحبة؟ صدقيني يا ياسمينة، مع أنه زيدون ببين كتير مشكلجي بس قلبه كتير طيب. اليوم هجم علي مثل ما بهجم على كل ولاد. ضربته؟ قدرت تغلبه؟ أولها خفت شوي وكنت بدي أضربه، بس فكرت إذا ضربته وضربني راح تخلص الاستراحة وما راح ألعب أو أكل. منطق. ففكرت اليوم أجرب طريقة تانية، فمسكته ووقفته وطلعت بعيونه وقلت له أنا ما عملت لك شيء وما بسمح لك تضربني، أنا ما بدي أذيك، ليش بدك تضربني؟ انصدم كثير وما عرف إيش يجاوب لأنه ما عمره فكر ليش بضرب الناس. فقلت له شو رأيك تنزل معي ونلعب كرة قدم؟ فكر شوي قال لي بلعب بس عشرت واحد إنه هو يكون حارس المرمى. ومن وقتها صرنا أصحاب وبطلت أشوفه زيدون المشكلجي، صرت أشوف قديش هو طيب وكمان أنه كثير بضحك. أنا بهنيك يا ياسمينة على العلامات الممتازة اللي جبتيها. وإنت شجاع، تعرف أنك اليوم ربحت تهنئة من السماء لأنك كنت وديع
ما قابلت الشر بالشر. كيف عرفتي؟ خليني أقرأ لكم قصة من الكتاب المقدس. في يوم من الأيام تجمع الكثير من الناس كباراً وصغاراً ليروا يسوع ويسمعوا تعاليمه. ذهبوا إلى الجبل وجلسوا هناك يستمعون لتعاليم يسوع المميزة والجديدة. نظر يسوع حوله فرأى هناك الأطفال والكبار، النساء والرجال، الأطباء والنجارين، الأغنياء والفقراء، الفريسيين والعشارين، الكهنة والزنا. رأى في وجوه الناس الضعف والظلم، رأى أيضا البساطة والخبث، رأى أيضا التسامح ورأى الحقد. فبدأ يسوع يعلمهم عن الأمور المهمة في نظر الله وقال: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، أي هنيئا للمتواضعين الذين لا يظنون أنهم أفضل من غيرهم لأن لهم ملكوت السماوات. وكان هناك على الجبل بعض من الناس الحزانة لأسباب عدة، فمنهم من كان حزينا لفقدان شخص عزيز، ومنهم من كان حزينا لأنه اقترف خطيئة وندم عليها. فقال لهم يسوع: طوبى للحزانة لأنهم يعزون، أي هنيئا للحزانة لأنه سيكون لهم عزاء ورحمة من الله. كان هناك أيضا بعض من العشارين الذين كانوا يظلمون الناس ويحبون الكسب حتى ولو كان ذلك على حساب الناس البسطاء والودعاء. فقال لهم يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، أي هنيئاً للأشخاص اللطيفين والذين يتنازلون عن حقهم أحياناً كي لا يؤذوا غيرهم، لأنهم قد يخسرون الممتلكات وبعض الحقوق في هذه الحياة، ولكن بالحياة الأبدية مع الله سيربحون كل شيء. لربما كان هناك بعض الأطفال الذين يبكون لأنهم شعروا بالجوع والعطش، ورأى يسوع أمهاتهم يطعمنهم، فقال يسوع: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، أي هنيئا أيضا للذين يريدون أن يفعلوا ما يريده الله كل قلبهم. في تلك الأيام كانت البلاد محتلة من قبل الرومان، ومن الممكن أن كان هناك بعض الجنود الرومان يستمعون ليروا إن كان يسوع يحرض الناس ضدهم. فنظر يسوع إلى الناس وقال: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، أي هنيئاً للذين يرحمون غيرهم ولا يظلمون أحداً لأن الله سيرحمهم أيضاً. وعندما رأى يسوع الأطفال يلعبون ويمرحون قال للجموع: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، أي هنيئاً للذين لا يخبئون الخطايا في قلبهم بل يملؤون قلبهم باستمرار بالأفكار الحسنة والخير وليس بالشر لأنهم سيرون الله، لأن الله قدوس ليس فيه شر أبدا. نظر يسوع إلى تلاميذه وأصدقائه وقال لهم: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، أي هنيئا لمن يصنع سلام بين الناس ويصالح الناس مع بعضهم ومع الله فهم يدعون أبناء الله.
لأن الله لا يريد أن نزرع خصومات بين الناس، بل السلام والمحبة. وقال أيضاً للتلاميذ: طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات، أي هنيئاً للمظلومين بسبب إيمانهم أو مواقفهم الصحيحة، لأن لهم ملكوت السماوات. قال ذلك لأنه كان يعرف أن التلاميذ والمؤمنين به سيظلمون ويضطهدهم الناس أحياناً لأنهم أتباع يسوع أو لأنهم يتكلمون بالحق والصدق. ومع أن الجموع الجالسة كانت كثيرة، إلا أن قليل فقط من الناس فهموا كل ما قاله الرب يسوع. بس أنتي متأكدة من السبب اللي خلى صحباتك يتركوكي؟ مش يمكن كانوا زعلانين من علاماتهم ومش جعبالهم يلعبوا؟ صح، أنا ما فكرت هيك. بكرة بدأ أروح عندهم وأسألهم إذا بدهم مساعدة بدروسهم. أنا كمان بدأ أكون صانعة سلام مش مشاكل وخصام. هنيئا لكل المساكين روحا لأن لهم ملكوت السماوات وهم يشعرون احتياجا ملحا إلى الله في طرقات الحياة. هنيئا لمن يحزنون كثيرا على كل إثم بلا كبرياء يتبون صدقا إلى الله فورا لأن لهم كل وعد العزاء. هنيئا من الله للودع فهم يرثون غنى الملكات وغفرانه صفة الأقوياء بغير انتقام على الطعنات. هنيئا لمن يعطشون لبر مزيدا من الله في كل يوم سيرويهم الله من كل خير وذاك أجمل من أي حلم. هنيئا كثيرا لمن يرحمون كذلك هم يرحمون كثيرا وهم لا يدينون أو يحكمون ولله يبقون حقا أخيرا ويسعدهم بفعل وقول بسام على الصدر يصدع رشما. لما تنحل المشاكل وتصير الأمور تمام، بيجي وقت فتفوتة ترجع وتنام.